السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا برئاسه الخليفي. رابطه الانديه الاوروبيه تصدر بيان، يعني من بيان رسمي بشان الدوري السوبر الاوروبي، من أصدرت رابطة الأندية الأوروبية بيان رسمي بشأن البطولات الدور السوبر، والذي أقرت محكمة العدل اليوم الخميس بقانونها، يعني ضد الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم. وكانت هناك دعاوي قضائية من مؤسسين الدور السوبر الأوروبي برشلونة ريال مدريد، واليوم انتصر على التهديدات وربط القطع لظهور البطولة إلى النور. ولكن على الرغم من تلك القرارات، إلا أن رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم والتي يرأسها الناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد أصدرت بيان ترفض فيه البطولة مرة أخرى. وين بيان رابطة الأندية الأوروبية ضد بطولة الدور السوبر، وتحيط رابطة الأندية الأوروبية والتي تمثل ما يقرب من 500 نادي كرة قدم محترف في جميع أنحاء أوروبا، وعلما بحكم الصادر عن المحكمة العدل الأوروبية اليوم، لكي نكون واضحين تماما، فإن الحكم لا يدعم أو يؤيد بأي حال من أحوال أي شكل من الأشكال مشروع دوري السوبر الأوروبي. وبيناتهم شو هما وين متهومين، يعني هذه تاع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم متهوم يعني بتلاقي رشاوي كما في ناس من الدر، يعني وين يريدون يعني من تتفرج مباراة، يعني مشي ريال مدريد مع بازل سويسري، ولا مع لا ريال مدريد مع ميلو، مع تتفرج بولا يعني سوبر، يديروا كيما ديك تاع كرة السلة، ديك تاع الامريكان يديروها كيما هكا، يعني سوبر يلعبوا هادو أندية كبار عريقة وعندها يعني تاريخ. كي تتفرج مباراة بمعنى الكلمة 90 دقيقة ولا 120 دقيقة تشوف كرة قدم، يعني ما كاين احنا مثلا احنا رانا نعاودوا نولوا لواحد المباريات يعني 94 90، تشوف مباريات كبار، تشوف فينال نتايا تاع طليان مع البرازيل، الشيطان حاجة كبيرة، تشوف نتايا ليفربول مع ميلون، يعني في 94 كلش راس، كيما تشوف نتا نهائي بايرن ميونخ مع مانشستر يونايتد، تشوف 99 هذيك، تشوف مباريات كبار، تشوف نهائي نيجيريا الكاميرون تاع 2-2 هذيك، وراحوا لي بيناتي 120 دقيقة، نهائي تاع كبار اخويا، ماشي زعما. لكن وين نعاودو نولو لكي نكون واضحين تماما، وين بيان رابطة الأندية الأوروبية ضد بطولة دور السوبر، وتحيط رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل ما يقارب من 500 نادي كرة قدم محترف في جميع أنحاء أوروبا، وعلما بحكم الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية اليوم، لكي نكون واضحين تماما، فإن الحكم لا يدعم أو يؤيد بأي حال من أحوال أي شكل من أشكال مشروع الدوري السوبر الأوروبي. منذ رفع قضية القانونية قبل عامين، تم بالفعل تطبيق إصلاحات الإدارية التقديمية الكبرى لكرة القدم في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجديدة لترخيص مسبق للمنافسة، وعلى وجه الخصوص الإصلاحات بموجب مذكرات تفاهم ومشروع مشترك بين رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقع في سبتمبر ومارس من هذا العام. ومن خلال رابطة الأندية الأوروبية، أصبحت الأندية اليوم بالفعل في قلب العملية صنع القرار فيما يتعلق بمسابقات التي تشارك فيها. باختصار،
عالم كرة القدم ترك الدوري السوبر الأوروبي خلفه منذ سنوات، وستستمر إصلاحات تقدمية. والأهم من ذلك أن كرة القدم هي عقد اجتماعي وليست عقد قانوني، حيث يقف جميع أصحاب المصلحة المعترف بهم في كرة القدم الأوروبية والعالمية، بما في ذلك الاتحاد القاري والاتحاد والأندية والدوريات واللاعبين والمشجعين، متحدين أكثر من أي وقت مضى ضد محاولة يعني العديد عدد قليل من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق أجندة شخصية لتقويض الأسس ومبادئ الأساسية لكرة القدم الأوروبية. وستواصل رابطة الأندية الأوروبية العمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا وجميع أصحاب المصلحة المعترف بهم في كرة القدم لتطوير اللعبة بشكل إيجابي وتدريجي على أساس مبادئ جدارة الرياضة والشمولية والمنافسة المفتوحة والتضامن الحقيقي. هذا المبدأ هي في قلب رابطة الأندية الأوروبية وفي قلب نموذج الرياضي الأوروبي الذي تستفيد منه وتستهر جميع الأندية في كل مستويات. على ربي ما رأت كما يقول لك كلش على الله. هذه يا تشوف السوبر يعني السوبر ليج، واليوفا يعترض بقوة على قرار المحكمة. وإن أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا ثقته بالتزامه كامل في قوانين الأوروبية بشأن القواعد الجديدة المتعلقة بمسابقة المنافسة على غرار سوبر ليج، وذلك من خلال بيان أصدره للتعليق على الحكم على حق محكمة العدل الأوروبية حول انتهاكها لقوانين على خلفية حظر دوري السوبر. وكانت المحكمة قد قضت صباح اليوم الخميس إجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم لعرقلة إنشاء دور سوبر الأوروبي، يعني تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي فيما يخص بحظر البطولة أو معاقبة الأندية المشاركة بها، لتعود البطولة إلى النور من جديد بعد قرار حظرها ومعاقبة المشاركين فيها خلال يعني العام الماضي 2021. لكن اليوفا نفى ذلك وقال في بيان عبر موقعه الرسمي جاء فيها: هذا الحكم لا يعني موافقة أو التحاق أو تحقيق ما تحقق من صحة ما يسعى السوبر ليج الأوروبي، بل إنه يسلط الضوء على النقص الموجود مسبقا في إطار تفويض المسبق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو جانب الفني الذي تم اعتراف به بالفعل ومعالجة في معالجته في 2022 مع إقرار قوانين الجديدة. وأضاف: يظل الاتحاد الأوروبي ما بيناتهم أنا والله ماذا بيديروا باش نتفرجوا بولا. والله ماذا بينا يديروا أنا وعد الناس ما نتفرجوا بولا تشوف دي باز سي مباريات مولينا نتفرجوا مقاع يبقى مباراة مجلس فرجو تعالوا ملي راهي ما والله المهم وين تشوف انت يا المباريات كبار ما تعرفش انت كيفاش هذه هي قالوا راهم خرجوا يعني من رابطة الدوري السوبر يعني الإسباني. أطلق خافيير تيبيس رئيس رابطة الدوري الإسباني تصريحات غاضبة في أعقاب صدور الحكم بشرعية إقامة الدوري السوبر ليج الأوروبي الجديد، والذي يقوده يعني فيريز رئيس ريال مدريد ونظيره في كرسي رئاسة برشلونة خون لابورت. هل تشوكي باش كنا وما بيناتهم وما بيناتهم خويا كيشوفو نتا كيما هاكا تعرف بلي شا كاين قضية تاع أموال كبار أخويا أموال كبار ما تنجمش تعرف شا كاين بصح هما ما عارفين شا كاين كلش هادي هي ساهلة.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيدوا.